بسم الله الرحمن الرحيم. في سياق شرحنا لمادة التحرير العربي سنشرح في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى درس علامات الترقيم. وبداية هذا الدرس إن شاء الله تعالى سنبدأ في التعرف على علامات الترقيم ما هي، وسنكتفي في هذا المقرر إن شاء الله تعالى بشرح 10 علامات من علامات الترقيم، هي الفاصلة وترسم هكذا، الفاصلة المنقوطة وترسم هكذا، النقطة وترسم هكذا وتسمى أيضا الوقفة، النقطتان الرأسيتان وترسمان بهذا الشكل، الشرطة أو الوصلة وترسم بهذا الشكل، علامة الاستفهام وترسم بهذا الشكل، علامة التأثر وترسم بهذا الشكل، علامة التنصيص وهي عبارة عن قوسين صغيرين عند أول النص وقوسين صغيرين في آخره، علامة الحذف أو الإضمار وهي 3 نقاط متجاورة على السطر، والعلامة الأخيرة القوسان ويرسمان بهذا الشكل. وسنتعرف خلال الشرح القادم إن شاء الله تعالى أن الشرطتان أيضا لهما المواضع نفسها التي توضع فيها القوسان، لذلك لا فرق بين المواضع التي تستعمل فيها هذه العلامة وبين المواضع التي تستعمل فيها الشرطتان كما سنرى إن شاء الله تعالى. في بقية هذا الدرس وفي درسين قادمين مستقلين إن شاء الله تعالى سنقف وقفة متأنية مع كل علامة من هذه العلامات العشر، ونبدأ بالعلامة الأولى وهي الفاصلة. نريد أن نتعرف على المواضع التي تستعمل فيها الفاصلة وأن نمثل لكل نوع من هذه الأنواع إن شاء الله تعالى. أشهر المواضع التي تستعمل فيها الفاصلة هي 4 مواضع، والفاصلة توضع في هذه المواضع الأربعة لفصل بعض أجزاء الكلام عن بعض، وحين ترى الفاصلة فإنه يجب على القارئ أن يسكت سكتة خفيفة عندما يرى الفاصلة. هذه المواضع الأربعة هي: الموضع الأول هو أن توضع بين الجمل التي يتكون من مجموعها كلام تام، إذن هي عبارة عن عدد من الجمل إلا أنها مترابطة وتكون في مجموعها فكرة واحدة. كان أقول: إمداد الريف بالنور الكهربائي يحقق فوائد كثيرة، إذن أنا قلت فوائد كثيرة ثم سأبدأ في تعداد هذه الفوائد، فهو يساعد على حفظ الأمن ويرفع مستوى المعيشة في القرى. إذن الجملة الثانية قولي يرفع مستوى المعيشة في القرى مرتبطة مع يساعد على حفظ الأمن، لأن هذه وهذه كلاهما من الفوائد الكثيرة التي يرى الكاتب أنها من فوائد إمداد الريف بالنور الكهربائي، ولذلك وضعت هذه الفاصلة للتدليل على أن الجملة الثانية والجملة الأولى يكونان كلاما واحدا، وكذلك الجملة الثالثة. إذن فهو يساعد على حفظ الأمن، يرفع مستوى المعيشة في القرى، يشجع ويشجع على إنشاء المصانع الريفية. لاحظ معي أن هذه الجملة أيضا معطوفة على الجملة السابقة، كما أن الجملة الثانية معطوفة على الجملة الأولى، ولذلك وضعت هذه الفاصلة. تأتي الجملة الرابعة ويحد من هجرة الريفيين إلى المدن، وهذه مرتبطة أيضا بالكلام السابق ولا يتم إلا بها، فوضعت الفاصلة إذن بين الجمل التي يتكون من مجموعها كلام تام، فالكلام من هنا إلى هنا وهناك عدد كبير من الجمل، فوضعت بين كل جملتين فاصلة. الموضع الثاني أن توضع بين أشياء الشيء وأقسامه، يعني بين أنواع الشيء وأقسامه، مثل أن أقول: أنواع المادة 3: أجسام صلبة وأجسام سائلة وأجسام غازية. الأجسام الصلبة والأجسام السائلة والأجسام الغازية ليست جمل متعاطفة كما رأينا في الحالة الأولى، لأن عندي في الحالة الأولى يساعد على حفظ الأمن جملة، يرفع مستوى المعيشة في القرى جملة، فلما ربطت الجملة الثانية بالجملة الأولى وضعت علامة الترقيم التي هي الفاصلة. أما هنا فإن قولي أجسام صلبة، أجسام سائلة،
أجسام غازية ليست جمل وإنما هي مفردات، هي عبارة عن أنواع المادة وعن أقسامها، لذلك وضعنا علامات الترقيم بين هذه الأنواع الثلاثة. وكان أقول التقديرات الجامعية هي، ثم أبدأ في تعديد أنواع التقديرات الجامعية فأقول ممتاز وجيد جدا وجيد ومقبول وضعيف، وأضع هذه العلامة بين كل تقديرين لأنها عبارة عن مفردات، إلا أنها مفردات مترابطة لأن هذه التقديرات الخمسة هي عبارة عن أنواع الكلمة العامة التي قلتها في أول العبارة التقديرات الجامعية، ثم بدأت في تعداد أنواع هذه التقديرات فوضعت العلامة كما ترون. الموضع الثالث هو أن توضع بين الكلمات المفردة المرتبطة بكلمات أخرى تجعلها شبيهة بالجمل في طولها، وهذه مهمة لا بد أن تفهم. لاحظوا، كل فرد في الأمة مجند لمعركة المصير، ثم بدأ يفصل في قوله كل فرد، فذكر الفلاح وذكر العامل وذكر الطالب وذكر الموظف. ولو أنه قال كل فرد في الأمة مجند لمعركة المصير، الفلاح والعامل والطالب والموظف، لم احتاج إلى وضع الفواصل، ولكنه ربط هذه المفردات بكلمات أخرى فقال الفلاح في حقله، فأصبحت هذه العبارة طويلة ليست جملة ولكنها في طولها تشبه الجملة. ثم قال والعامل في مصنعه والطالب في معهده والموظف في ديوانه، فهي مفردات الفلاح والعامل والطالب والموظف إلا أنها ارتبطت بعبارات أخرى، ولذلك وضعنا هذه العلامات التي هي الفواصل لتفصل بين هذه العبارات التي طالت قليلاً فأشبهت الجمل، فوضعنا هذه العلامات علامات الفواصل من أجل الإشعار بالوقف هنا. أيضا لأن الفاصلة مرتبطة بهدف الوقت فإنها تأتي في الموضع الرابع بعد المنادى، كأن أقول يا علي حل موعد سفرك، لذلك بعد المنادى توضع الفاصلة كما ترى. كانت هذه هي المواضع التي تستعمل فيها العلامة الأولى من علامات الترقيم وهي الفاصلة. بالنسبة إلى العلامة الثانية من علامات الترقيم وهي الفاصلة المنقوطة، سنرى أن لها عدد من المواضع كما سترون الآن إن شاء الله تعالى. الفاصلة المنقوطة توضع أيضا من أجل الوقف، إلا أن الوقفة في الفاصلة المنقوطة أطول قليلا من سكتة الفاصلة المفردة. وأشهر مواضع استعمالات الفاصلة المنقوطة هي أن توضع بين جملتين تكون الثانية مسببة عن الأولى. لاحظ معي في قولي لقد غامر فلان بماله كله في مشروعات لم يخطط لها فتبدد هذا المال، النتيجة هي تبدد المال، والسبب هو المغامرة وعدم التخطيط. إذن هنا السبب وهنا النتيجة، ولذلك وضعت الفاصلة المنقوطة هنا بين النتيجة وبين السبب. في قولي اغتر الفريق بقوته واعتمد على نتائجه الماضية وتهاون في كفاح خصمه ولهذا خسر المعركة، خسارة المعركة أو المباراة هي نتيجة والسبب فيها هو كل هذا الكلام السابق. فلما وضعت النتيجة وقدمت السبب جعلت بينهما فاصلة منقوطة كما ترون. إذن في هذه الحالة تقدم السبب وتأخر المسبب أو النتيجة. في الحالة الثانية، لاحظوا هذه الحالة الأولى، الحالة الثانية نجد العكس، وهو أن نجد النتيجة أولا والسبب ثانيا، كما في قولي لم يحرز أخوك ما كان يطمع فيه من درجات عالية، هذه هي النتيجة، ثم أتى السبب لأنه لم يتأن في الإجابة ولم يحسن فهم المطلوب من الأسئلة. ونستطيع أن ندمج الحالة الأولى والحالة الثانية فنقول إن الفاصلة المنقوطة تقع بين جملتين تكون الأولى سببا والثانية نتيجة، أو تكون الأولى نتيجة والثانية
سببا. الحالة الثالثة هو أن توضع بين جمل طويلة يتألف من مجموعها كلام تام الفائدة. لاحظوا معي أن قلنا بين جمل طويلة، وهذا هو الفارق بين الجمل التي يوضع بينها فاصلة وبين الجمل التي يوضع بينها فاصلة منقوطة. لاحظوا معي المثال الآتي وبه يتضح المراد إن شاء الله تعالى. لاحظوا في هذا النص بدأ الكاتب بالحديث عن الامتحانات، وبدأ حديثها بالأمور التي يرى أن مشكلة الامتحانات ليست نابعة منها، فقال ليست مشكلة الامتحانات نابعة من دوائر التعليم فيما تعالجه من تحديد مستوى الأسئلة وما تضعه من نظام في تقدير الواجبات. لاحظ أن هذه الجمل مترابطة مع بعضها وتكون الفكرة الأولى، ولذلك ربطت بينها بالفاصلة كما ذكرنا في العلامة الأولى. قال وما يتلو ذلك من إعلان نسب النجاح وتعيين الناجحين والراسبين. لاحظ أن هذين السطرين يعبران عن فكرة واحدة، كل هذا الكلام هو عبارة عن جملة واحدة، الحديث فيها عن فكرة واحدة، إلا أنها فكرة طويلة، وهي الأمور التي يرى الكاتب أنها لا تمثل مشكلة الامتحانات. ثم بدأ بعد ذلك يتحدث عما يرى أنه هو المشكلة في هذين السطرين. إذن هذه الجملة الطويلة من هنا إلى هنا معطوفة على الجملة الأولى الطويلة من هنا إلى هنا، وفي داخل كل جملة من الجملتين الكبيرتين عدد من الجمل الصغرى. الجمل الصغرى يفصل بينها بفاصلة كما ترون، أما بين الجملتين الكبيرتين فإن الفاصل بينهما فاصلة منقوطة كما ترون. إذن هذا اليوم شرحنا الفاصلة وشرحنا الفاصلة المنقوطة من علامات الترقيم، وبقيت عندنا 8 علامات من علامات الترقيم سنشرحها تباعا في الحلقات والدروس القادمة إن شاء الله تعالى.